لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى عليك الله يا خير الورى بعثه ربه رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فعن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به
قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه فالتفت إليه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر له بعطاء. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بعطاء بعد أن أثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة جذبته لثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر إليه رسول الله ويضحك، ثم يأمر له بعطاء. بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، يدخل عليه الأقرع بن حابس التميمي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. يأتي الأعرابي ويبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر أصحابه بالإحسان إليه، فيقول لهم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. فعن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره أن أعرابياً بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، بعثت رحمة للعالمين، محجة للسالكين، بعثت بالحنيفية السمحاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. صلى الله عليك وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، في حياتك وفي مماتك، في حياتك وفي مماتك، إذا زرت بعد البيت قبر محمد، وقبلت مثوى الأعظم العترات، وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وفاح أريج تحت كل حصاط، فقل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما ترى من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات.
بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حال